كما تلاحظون إخوان، يعني من أول 100 كونس حصلنا على لاعب إيبيك، وهذا شيء أسطوري بطبيعة الحال. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني الكرام في هذا المقطع الجديد. كما ترون في عنوان الفيديو، سوف أشارككم في هذا المقطع ثغرة الحصول على لاعب بيك تايم من باكج البيك تايم الخاص بمانشستر يونايتد. إن شاء الله سوف نحصل على كازيميرو أو وان بيساكا أو إيريكسن أو نسخ هايلايت، يعني الثغرة أسطورية سوف تزيد حظوظك أكثر من 70%. إن شاء الله سوف نلف معا وسوف نرعى اللاعب الذي سوف نحصل عليه. المهم يا إخواني الكرام، دون تقديم، أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند ميكتوميناي مرتين هكذا، ثم مرة واحدة عند هاري ماغواير، نفس الشيء عند أونانا، ثم بعدها يا إخوان سوف ننتقل عند آخر لاعب موجود في الباكج مرة واحدة هكذا، ثم سوف نصعد فوق يا إخوان عند اللاعب دييغو دالوت مرة واحدة، ثم سوف ننتقل عند مونت مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم يا إخوان مرتين عند أنطونيو أو أنطوني عفوا، ثم نفس الشيء عند أمرابط. بالنسبة لوان بيساكا ثلاث مرات، ثم إيريكسن يا إخوان مرتين والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم أربع مرات يا إخوان عند كاسيميرو، ثم مباشرة ما عليكم سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز أو 900 كوينز. وبهذا يا إخوان كما ترون حصلنا على لاعب هايلايت، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله. أوكي إخوان كما ترون حصلنا على ميكتوميناي، يعني الثغرة مضمونة إن شاء الله. اكتب لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.